السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعدنا في فيديو جديد وسريع إن شاء الله رب العالمين. بداية صلوا لي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال بيقول يا جماعة، هو عندي ذكر زوج كناري، الذكر عمل الواجب، تمت عملية التزاوج، لكن البيض فاضي، إيش المشكلة؟ أسباب البيض الفارغ هي أسباب كثيرة وعديدة جدا. هأجي لأحد الأسباب الرئيسة التي لا يعرفها الناس العاديين المبتدئين، حتى بعض العباقرة في الكنار ما بيعرفوها. هذه المعلومة تعلمتها في الثانوية العامة وأنا في توجيهي من مادة الأحياء من أستاذي القدير فايق قاسم من سكان النصيرات. كان بيشرح لنا على الحمام وأنا كنت مولع بالطيور وعرفت هذه المعلومة، ومن يومها وأنا كنت بربي كناري وبربي طير وأنا ماخذ هذه المعلومة في بالي. إيش هذه المعلومة؟ المعلومة هي يا جماعة طبعا بطريقتي، ها مش بطريقتي المدرسة، المعلومة هي عدم جهوزية رحم الأنثى مع شغف الأنثى للتزاوج. بتكون الأنثى عندها شغف شديد لعملية التزاوج، كل شوي وهي بتصاصي للذكر، الذكر بيقوم بعملية تزاوج، في اليوم تكرار. الرحم عند الأنثى غير جاهز. نشرح قضية غير جاهز بسرعة. يعني يا جماعة عندنا حاجة في رحم الطير اسمها القمع، وهنا عنقود البيض. عنقود البيض عامل زي قطف العنب، بيكون البيض صغير جدا 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 جنب بعضه. لما بيكون بطن الأنثى غير جاهز بيكون لتحت، لسه احنا بنقول عنها مش منفخة، ماد، بنقول ماد، والله ماد بدها تشتغل لكن لسه مش منفخة، بدها أسبوع، بدها 5 أيام، بدها 6 أيام وهكذا. طيب، لكن الأنثى عندها شغف للتزاوج، بنرمي الذكر مع الأنثى، بتتم عملية التزاوج المتكررة من جوا، هالقد بدنا ندخل جوا بطن الانتاية، البيض صغير خالص، البطن مش منفخة، والقمع بعيد، هاي البيض، هاي تخيل معاي انه القلم هذا عنقود البيض والقمع هاي وهان، في فراغ بين القمع وبين عنقود البيض، ما في تلامس. تيجي عملية التزاوج من هان، عملية التزاوج، السائل المنوي للكنار اخريته نهاية القمع، اخريته وين؟ نهاية القمع، يعني البيض بعيد، ما في اخصاب، تمام؟ طيب، نفخت الانتاية وصار البيض هيك ملازم للقمع وبده يدخل جوا القمع بيضة، تمام؟ الذكر شو صار فيه في الثلاث ايام هدول؟ منهك، تعبان من كثرة عملية التزاوج من شغف الأنثى، تمام؟ في هذه الحالة بصير الذكر لما تصاصي الانتاية يطلع يعمل حاله كبس وينزل، وبهيك بيطلع البيض فاضي. وبهذا بيخدنا بسؤال تاني، إنه أنا حطيت ذكر حسون مع انتاية أو ذكر كنار مع انتاية ولقيت كل البيض مليان من كبسة واحدة، شو اللي صار يا أستاذ؟ أيوة، نرجع لنفس العملية، الانتاية بطنها جاهز منفخة ونفق البيض بده يطلع، شو يعني؟ ندخل جوا بطن الانتاية، هاي القمع، هاي عنقود البيض، البيض منفخ وحجمه كبير بده يدخل في القمع، البيض ملامس للقمع، لما البيض يلامس للقمع اجت الكبسه، لما اجت الكبسه وصلتنا لهيئة القمع، انتقلت من البويضات على العنقود على البويضات الناضجه التي المؤهله للتلقيح، فلقحت الاربع او خمس بيضات الكبار اللي جاهزات للتلقيح في هذا المكان، تمام؟ وبعد هيك نزلوا واحده ورا واحده وطلع عند البيض مليان. هذا اكثر نقطه يا جماعه. الحل لهذه القضيه، الحل عدم رمي الذكر مع الانثاية الا بعد ما تكون منفخة، شايف ايدي من هان ولا ايدك من هان، كون طالع على فوق علشان اضمن انه البيض في بطن الانثى حجمه كامل ومقرب يطلع من القمع وجاهز للتزاوج، تمام؟ طيب انا رميهم من بدري، اذا انا رميهم من بدري فيش مشكلة، هم حيكونوا تعودوا على بعض، تعود، لكن انا مش رميهم من بدري، بكونوا مش متعودين على بعض وفي شغف وفي شوق وبتتم عملية التفضاي. هذا اول نقطة واهم نقطة بالنسبة لي. النقطة الثانية انه يكون الذكر اول شغله، يعني اول الموسم.
كثير يا جماعة الذكور أول ما بتتزاوج أول تزاوج إلها بتفضي بيض. ليش؟ بتكون الحوصلة المنوية عند الذكر لسه نموها غير مكتمل أو ضعيف، أو بتكبر في عملية نمو وبتكبر، بتكون درجة حرارة جسم الطائر بتأثر عليها لأنها لسه صغيرة. فلازم الدلي تطلع برا الجسم لأنه سائل المنوي للطير يحتاج درجة حرارة أقل من درجة حرارة الجسم. عشان هيك الطير لما بكون مدهن عليه دهنة اللي بتقولوا عنها اللي هو شحم شحمة شحم، بتلاقيه بفضي بيض. ليش بفضي بيض؟ لأنه الشحم الدهنة مغطية التدلاية، إذا غطت التدلاية بيصير في فرصة لتفضاية البيض لأنه سائله المنوي بيموت. إذا أول كبسة بتزاوج، بعد هيك بتكبر اللي هي تدلايته اللي هي منطقة الإبرة، تكبر وبيصير فيها بروز لفوق، بلاقي إنه الفوج اللي بعديه البطن اللي بعديه شو اللي صار؟ البيض طلع مليان. ليش طلع مليان؟ لأنه الذكر جهز. الذكر بغير ريش، تغيير ريش سواء في نص الموسم أو في آخر الموسم. إذا نفخت على بطن ذكرك أو ظهره، نفخت لقيته كله مسامير، يعني الريش قاعد يطلع، يعني العصفور تاكي كريش وبلبس، انفق على منطقة الإبراز، مش هتلاقيها واقفة هيك، هتلاقيها مادة هيك، مادة فيها مادة. إذا لقيته مادة هيك معناته الكلام اتوقع إنه البيض يكون فاضي. وهذه الحالة يا جماعة احنا بننصح إنه خلال موسم التزاوج لو كان البيض فاضي انقل بيض، خفف بيض من انتاي تانية وحط له الجوز هذا اللي بيضه فاضي، حط له بيض مليان وخليه يطعم. الأفضل إنه يطعم علشان تضل الأنثى بصحتها والذكر يطعم معها ويضل الجوز متناسق. في نهاية الموسم الذكر بكون بشطب لبس، يعني تنفخ عليه تلاقيه واقفة عدلة عدلة وبتشطب لبس مسامير خفيفة، احنا بنقول عنها يعني ريش خفيف، ممكن يفضي بيض او يملي بيضة من ثلاثة او من اربعة وهكذا. برضو يا جماعة نفس فكرة لما يكون فرخ، بتكون تدلايته وقاعدة بتكبر من جديد وبتتهيأ للموسم من جديد، فبدنا نصبر عليه، لو فضى بطن حيملي الثاني. لكن انا علشان اطلع من الموضوع هذا تاع تشطيب اللبس، الافضل ان اخلي العصافير زي ما هن وراي هيك في الريشة ويحمن ويغنن ويقول ويثورن على النثي ويغنن على النثي، والفرخات اللي عندي يجهزن والشغال يجهز كله تمام، بعدين انا بطلع الطير مولع جاهز تمام. اخر اشي ممكن يكون الذكر عنده التهابات في بطنه، بلاقي بطنه المصارين مجعدة وحمرة، هذا عنده التهابات بده مضاد حيوي وعلاج. ما قبل الاخيطة، اخر اشي انها تكون الانثى ما بتلبط كبس، وهذا نادر جدا في الكناري او في الطير يا جماعة. وهذا كيف بدي اعرفها؟ انه انا بزاوج الانثى مع اكثر من ذكر في اكثر من بطن باكثر من فوج، الذكور بتكون مضمونة مكفولة 100% معبي بيض مع نوتي تانية بجربهم معها، اذا فضوا بيض معناته الكلام المشكلة في الانثى. وانا هيك بكون وصلت لنهاية هذا السؤال، واذا عجبكم الفيديو وعجبتكم المعلومات لا تنسوا تشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.